الخير خوتي وخوتاتي، كي دايرين؟ كي داير الحاله البدنيه والنفسيه ديالكم؟ مزيانه لاول مره كيتفرج فيها معاكم عثمان كلفاوي في فلوغ جديد. واليوم معايا هشام. السلام عليكم خوتي، كلشي مزيان. انا سميتي هشام وفي المغرب، اصلي من وجده. اصلو من وجده، تحيه الناس وجده، تحيه الناس ديال المغرب كامل، من طنجه العاليه الى القويله العزيزه. بيس. قبل ما ندخلوا في لي ديتاي ديال الفلوغ، كنشكركم على جميع الميساجات ديالكم اللي كتبتو لي، خليتهم ليا سواء في الكومونتير سواء في انستغرام سواء في الفيسبوك. كنشكركم، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم حنايا في معقل الرومان وفي العاصمه الايطاليه روما. جينا اليوم وجينا كاملين، نتوما جيتو معايا، وان شاء الله غنشوفو وغنكتشفو روما كاملين. عندنا بزاف ما يتشاف في روما، المهم خلينا نمشيو نكتشفو روما مجموعين. هذه اللي مورايا سميتها فونتانا دي تريفي، اكبر فونتانا كاينه في روما، اشهر النافورات اللي كاينين في العالم. وفونتانا دي تريفي تويدت من طرف نيكولا سالفي. كما شفتوا تحت الناس كتلوح، يعني كتلوح العاقه، الاسطوره ديال هاد البلاصه هادي كتقول يعني تلوح ثلاثه، ديال الليموني الاولى ترجعك روما، الثانية حب جديد، والثالثة الزواج. شو هاد المعتقدات ديال هاد الناس. سو حنايا دابا في بانثيون، يعني معبد كل الالهة. اصلا هاد المبنى هذا كان مبني كمعبد للالهة ديال روما القديم، هو تقريبا يعني افضل مبنى اثري روماني محفوظ من ذاك العصر في العالم. كما كتشوفوا الشدة كتصب، وحنا كنفلوغيو وماشي مشكل، حنا كنفلوغيو وغاديين نخصو ندبروا شي مضل باش نكملوا التصوار ديالنا، سينو شوفوا حتى تصحاو نكملوا التصوار. المهم كلشي في خاطركم، عثمان فاميليا. بيس. ابارطاجيو الفيديو، ديروا لي لايك، ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديوهات وتدعمونا باش نديروا فيديوهات جداد وما الى ذلك. بيس. عرفتي الدراري شحال وانا طايب انا وهشام باش ندير واحد الصويره. مشكل هاد الكاميرا، هذه هاد الصويره هادي شحال وحنا مطايبين انا وهشام، ورك 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 حتى في الاخر على قاعدين. المهم دخلوا للتصويره وفرقعوا لي هشام انستغرام. على فكره روما هي اكبر مدينه في ايطاليا. دابا في البياتزا ديال نافونا، بياتزا ديال نافونا من اشهر الساحات اللي كاينين في روما. وهاد الساحه هادي كانت عباره على 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 تيران بيتو دوميتيان، وكانت كيحتوي التيران على 30,000 ديال لي سبيكتاتور، ودار هاد التيران في العهد ديال الامبراطور دوميتيانو في العام ديال 85 ميلادي. صباح الخير خوتي وخواتاتي، اليوم صباح جديد في روما. انا بعدا صبحت اون فورم كيف العاده، ومعايا واحد الضيف اللي مريح عنده مستعد مني في روما، واحد العشره قديمه معايا سيمو. سي واتساب عشيري. صباح الخير. صباح الخير. المهم على فكره هشام راه مريح هو في الاوستيل وغادي نتلاقاو معاه دابا. روما كانت كتعتبر عاصمه ديال المملكه الرومانيه، كتعتبر احدى ديال الاماكن ديال ولاده الحضاره الغربيه والحضاره
الرومانيين. وكيمشد التاريخ ديال روما لتقريبا 2500 عام. انتايا كما كتشوفوا مورايا حنا دابا في الكولوسي او ما يسمى بمدرج فلافي، وهو مدرج روماني يقع في وسط مدينه روما. وكيرجع التشييد ديال الكولوسي هذا في القرن الاول ما بين عامين 70 و 72 بعد الميلاد تحت الحكم الامبراطور فلافيو سباتيان. تم انتهاء من الاعمال ديال الكولوسيو في العهد ديال الحكم ديال فيتوس. الساحه اللي كاينه في الكولوسيو كانت كتستخدم المعارك والمصارعات الجماهيريه، واللي تفرج في الفيلم ديال جلادياتور غيفهم علاش كنت كندوي. والكولوسيو تختار من بين التراث العالمي من طرف اليونسكو 1980. دابا حنايا دخلنا لواحد البلاصه سميتها فورو امبريالي، وهذا الفورو امبريالي تبنى في 46 من بعد الميلاد عهد ديال الحكم ديال القيصر تشيزاري. وحنا دابا في لالتاري ديال لاباتريا. هذا يمشي في الفيديو هذا بغيله. والكامبيدوليو واحد من اشهر واعلى هضبات روما السبع. هنا دابا في لاتيراتا ديال بينشو. شو هذا المنظر؟ خليكم مع هذا المنظر. وحنا دابا في ساحة البوبولو، هي ساحة الشعب، هي من ما بين أشهر الساحات اللي كاينين في روما. الإمبراطورية الرومانية كانت هي القوة المهيمنة على الأراضي على أوروبا الغربية وعلى الأراضي المطلة على البحر الأبيض المتوسط لأكثر من 700 سنة في القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن السابع ميلادي. لكتي وصلتي في الفيديو حتى للدقيقة هذه، ما تنساش تكليكي على أبوني ودور عليكم النوتيفيكاسيون باش يوصلك الجديد، ودعمنا باش نديرو فيديوهات جداد وفلوقات جداد. وهذا ما كان بيس ليكم من معقل رومان روما. حنا دابا مورايا الكاستيلو ديال سانتانجيلو اللي هي القلعه ديال سانتانجيلو، تبنى من طرف الامبراطور هادريان كضريح له والعائله ديالو. وحنا دابا في ساحه ديال الصبليون. علاش سموها الساحه ديال الصبليون؟ لان هاد البلاصه هادي كانت فيها القنصليه ديال الصبليون.
خوتي خوتتي، جات النهاية ديال الابيزود الاولى في روما. كنتمنى الابيزود الاولى تكون نالت اعجابكم، عطات نبذه على روما، على البلايص اللي مشينا ليهم. كما شفتوا مشينا البلايص شفناهم كاملين ومجموعين وكيف العاده، انتما كنتوا معايا. المهم هذه كانت ابيزود الاولى في روما، ان شاء الله حنا غادي نشوفوا ابيزود ثانيه في روما، وغنمشيو نكتشفوا بلايص اللي ما شفناهمش وكاملين ومجموعين وكيف العاده. سو كما كنقول خليكم دائما ايجابيين، خليكم دائما متفائلين، القادم احلى، واريفيديرتي.